يا عم استرايك ايه يا عم، انا قلقان اصلا وانا واقف. اوه عاجبك كده يا شريف؟ سيدي بشر يا حازم، محمد نجيب. لا انا كده كفاية عشان انا بدأت اقلق. تقريبا فيها صواعق دي. لا لسه لحد دلوقتي مفيش مطر خالص، يعني هي بدأت تمطر هي بداية، غالبا برد. ثواني ثواني، عشان غالبا برد برد غالبا برد 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 برد. اوه اوه برد متخلف يا ربي. أخضر أمطار الموسم بصراحة. مش عارف البرد هيبان ولا لأ، بس البرد كتير أوي أوي أهو. خلية نشطة جدا بصراحة. برد صافي تقريبا.